غرناطة، أتليتيك بلباو، كأس ملك إسبانيا، نصف نهائي. ونقولوا بلي غرناطة وين لعب بقوة، وين شفنا كيفاش نقولوا شاهدنا الشوط أول 0-0، الشوط أول وين أتليتيك بلباو وين ضيع نقولوا بلي ضيع الفوز في الشوط الأول. غرناطة الشوط الثاني بعد ما الأمور ترجع للمدربين، يقول لك الشوط أول تاع مدرب تاع اللاعبين، الشوط الثاني تاع مدربين. شفنا غرناطة في 48 وين كارلوس الذي سجل الهدف الأول في الغرناطة، شفنا جيرمان الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 76. يعني غرناطة وين نقولوا بلي سيلفا الحارس الذي أنقذ المرمى تاعو من الشوط الأول، في الشوط الأول شفنا رودريغيز، شفنا كيفاش جيرمان، شفنا فيكتور، شفنا كارلوس مسجل الهدف، شفنا ديميتري يعني هاري، شفنا ماكسيم، شفنا أنطونيو، شفنا كارلوس، شفنا ماتشيز. يعني نقولوا بلي كانت المباراة مباراة كانت شيقة، مباراة اللي شاهدنا كيفاش أتليتيك بلباو يلعب بقوة من أجل قلب الموازين، لكن بدون جدوى. وين شنا الفارو، شنا كيفاش مارتينيز، شنا يوري، شنا سان خوسي، شنا اندريا راول، شنا مايكل، شنا ايكارد، شنا كيفاش ويليامز. يعني كانت نقولوا بلي كانت مباراه كانت شيقه. شنا كيفاش الشوط الاول وين اتليتيك بلباو وين ضيع الفوز، نقولوا اتليتيك بلباو الذي ضيع الفوز في الشوط الاول وين جاتو فرص كثيره، لكن نقولوا بلي التسرع والانانيه اللي خلات اتليتيك بلباو ما يسجلش في الشوط الاول. لو سجل كانت تكون كان يكون كلام اخر، لكن شفنا كيفاش غرناطه في الشوط الثاني ثلاث فرص سجلوا منها زوج وضيعوا واحده. شفنا كيفاش جيرمان وين ضيع هدف في الدقيقه 53، وين شفنا كارلوس راح سجل هدف 48. شفنا كيفاش جيرمان الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقه 76، جيرمان الذي جيرمان اللاعب اللي سجل الهدف الثاني هو اللي يوري قلص النتيجه بعد ما كانت غرناطه فائزه بهدفين لصفر. شفنا يوري وين قلص النتيجه في الدقيقة 82. هذا هو النصف النهائي كأس الملك إسبانيا، غرناطة يفوز على أتليتيكو في هذه المباراة، في هذا النصف النهائي. صحيح.